وفقا لتصريحات شركة النشر الأمريكية روك ستار، أوضحت توافر لعبة جي تي اي 5 للحاسب الشخصي في 27 من هذا الشهر. وعندما استفسر أحد اللاعبين عن الشائعة وسبب عدم ظهور تاريخ إصدار اللعبة على متجر ستيم، أجابت الشركة بأن موعد الإصدار لم يتغير وأن متجر ستيم لم يحدث قاعدة بيانات العنوان منذ فترة، ومن هنا انتشرت الشائعات. معكم صوفيا جواد في سنة جديدة وحلقة جديدة من IGN Weekly Fix. فريق التطوير Remedy Entertainment مشغول منذ فترة بالعمل على لعبة Quantum Break القادمة حصريا على Xbox One. لا شك أن عملية التطوير مستمرة للانتهاء من اللعبة في أسرع وقت ممكن مع أعلى كفاءة ممكنة، وهو ما دفع الاستوديو على لما يبدو للبحث عن مطورين جدد للانضمام إليهم في الوقت الراهن. استوديو التطوير الذي قدم لنا ماكس بين في الماضي يبحث عن مبرمجين متخصصين في تحسين مستوى المؤثرات البصرية، وهو شخص آخر محترف في العمل على العروض السينمائية، بالإضافة لمبرمج لديه خبرة كافية في العمل على بيانات افتراضية متنوعة. جدير بالذكر أن الشائعات الأخيرة أكدت قدوم العنوان في شهر سبتمبر من هذا العام. بعد الكثير من الشائعات، أكد استوديو التطوير سانتا مونيكا في حدث بلاي ستيشن إكسبيرينس وجود جزء جديد من سلسلة God of War قيد التطوير لمنصة PS4 دون أن يشاركنا أي تفاصيل أخرى عن اللعبة أو الشخصيات أو الأحداث، ولكن من المحتمل سماع أخبار جديدة عن كريتوس في المستقبل القريب. فريق التطوير أكد تنظيمه لحدث خاص في شهر مارس المقبل للاحتفال بمرور عقد كامل على التأسيس، مشيرا إلى أن عام 2015 سيشهد العديد من الأخبار المثيرة للاعبين بخصوص مشاريعهم المستقبلية. جدير بالذكر أن أحد الإداريين في شركة سوني أكد احتمالية أن تكون لعبة God of War القادمة إعادة إحياء وتقديم للسلسلة من جديد على PS4، رافضا تأكيد وجود أو نفي طبعا كريتوس في دور البطولة. يبدو أن كابكوم قد سربت نسخة عالية جودة من لعبة Resident Evil Zero في نفس سياق لعبة Resident Evil HD Remastered القادمة هذا العام. ويكشف تحديث الموقع الرسمي الياباني للعبة Resident Evil HD Remastered عن تواجد خلفية خاصة مع الطلب المسبق لنسخة PS4 من اللعبة في اليابان. وتعرض الصورة الثانية رمز Resident Evil Zero على قائمة PS4. يذكر بأن لعبة Resident Evil HD Remastered راح تجي في 20 يناير على PC وأجهزة الجيل الجديد والقديم لكل من PS والXbox. كشفت شركة كودك عن نيتها في دخول سوق الهواتف الذكية عبر هاتف يعمل بنظام أندرويد، وقالت أنها رخصت علامتها التجارية لمجموعة واسعة من الأجهزة المحمولة التي تهدف إلى جعل مسألة طباعة وتبادل الصور أمراً سهلاً. وبحسب الشركة فإن شركة بولت جروب الإنجليزية التي تقوم بصناعة مجموعة من الهواتف الذكية فائقة التحمل للظروف القاسية لصالح شركة الإنشاءات كاتربيلر ستقوم بتصنيع الهواتف الجديدة لكودك، وسيتم الإعلان عنها خلال معرض الإلكترونيات المرتقب CES في هذا الشهر. وبعد ذلك يتم إطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الرابع وحاسوب لوحي وكاميرا متصلة بالإنترنت خلال النصف الثاني من عام 2015. ولم يتم الإعلان عن دقة الكاميرا أو شكل الهاتف أو المعالج وفتحة الكاميرا ونوع العدسة التي سيتم استخدامها في الهاتف القادم للشركة. أكد النجم الأمريكي سيلفستر ستالون انشغاله في الوقت الراهن بالتحضير للجزء الجديد من سلسلة أفلام الأكشن رامبو، كاشفا النقاب عن اسم الفيلم الذي سيتولى مهمة إخراجه أيضا وسيأتي بعنوان Last Blood. بالرغم من انشغاله بتصوير فيلم سكاربا والجزء الفرعي من أفلام روكي الذي سيحمل اسم كريد، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من الإعلان عن جزء جديد من فيلم رامبو عبر حسابه الشخصي على تويتر. والحين وصلنا لختام حلقة اليوم، وراح نبتدي سنتنا الجديدة بمسابقة جديدة، وجائزتنا راح تكون من يوبيسوفت لعبة تيتريس ألتيميت على الإكس بوكس 1، وطبعاً عندنا 3 رموز معناتها 3 فائزين. إذا كنتم تبون تربحون إحدى هذه الرموز، كل ما عليكم فعله هو أنكم تخبرونا في التعليقات أي أكثر ألعاب تترقبون للعبها في سنة 2015. كان هذا كل شيء لحلقة اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة. أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة من IGN Weekly Fix.